الملك سليمان أمر بجلب السيف وقطع الجنين تقطيعه إلى اثنين إلى جزئين. سيدة واحدة كانت مستعدة إلى بتر الطفل إلى قسمين، الإمرأة الثانية رفضت وبقوة وأصرت أن يبقى الطفل حي وكامل. اليوم أيضا الطرفان في هذا الصراع الوطني يدعيان أنهم يحبان الجنين ويحبان دولتنا. أنا أعي التوتر الهائل الذي يتراكم بين القسمين، بين قسمي الشعب، وأصغي إلى رغبة الكثير من المواطنين بتهدئة هذا التوتر، ولكن هناك أمر واحد لست مستعدا أن أقبله. هناك أقلية متطرفة مستعدة أن تمزق دولتنا لأجزاء، وهذه الأقلية تستخدم العنف، تشعل النيران، تهدد بالمس بمنتخبي الجمهور، وتحرض على حرب أهلية، وتنادي من أجل رفض الخدمة العسكرية، وهذه جريمة فظيعة. دولة إسرائيل لا يمكن أن تبقى دون الجيش الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي لا يمكن أن يبقى في ظل رفض الخدمة العسكرية. رفض الخدمة العسكرية ستقود من جهة إلى رفض الخدمة من الطرف الآخر. رفض الخدمة العسكرية هي نهاية دولتنا. لذلك أنا أطالب من قادة الأجهزة الأمنية ومن قادة الجيش أن يعارضوا وبكل شدة ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، عدم استيعابها، عدم تفهمها وعدم تقبلها، ولكن إيقافها. هؤلاء الذين ينادون برفض الخدمة العسكرية، أولئك الذين ينادون من أجل الفوضى وللعنف، يقومون ببتر الجنين. لكن الغالبية العظمى من مواطني دولة إسرائيل من طرفي الصراع لا يريدون بتر الجنين، هم ليسوا مستعدون لتمزيق الشعب. مواطنو إسرائيل، أنا لست مستعد لتمزيق الشعب. على مدار 3 أشهر المرة تلو الأخرى ناديت للحوار، وقلت أنني سأقلب كل حجر من أجل الوصول إلى حل، لأنني أذكر ونحن نذكر جميعنا أننا لا نقف أمام أعداء، نحن نقف أمام أشقاء. وأنا أقول هنا والآن، لا يجب أن تحصل حرب أهلية. نحن موجودون في مسار صدام خطير في المجتمع الإسرائيلي. نحن موجودون في أوج أزمة تهدد الوحدة الأساسية فيما بيننا. أزمة كهذه تتطلب منا جميعنا أن نتصرف بمسؤولية. بالأمس قرأت رسالة بيني غانس، والتي يتعهد فيها بأن يدخل في مفاوضات بنية جيدة بشأن التشريعات، وأعرف أن هناك من يؤيد هذا، وأمد لهم يدي وأقوم بذلك بعد أن حصلت على موافقة غالبية زملائي. حينما توجد فرصة لمنع الحرب الأهلية عبر الحوار، أنا كرئيس للحكومة أخذ برهة من أجل الحوار، وأعطي فرصة من أجل حوار حقيقي. نحن نصر على ضرورة إدخال التشريعات المطلوبة في المنظومة القضائية، وسنعطي الفرصة من أجل الوصول إلى هذه التعديلات بإجماع واسع. هذا هدف سامي. لذلك من خلال المسؤولية الوطنية ومن خلال الرغبة عدم تعميق الشرخ في الشعب، قررت إرجاء تقديم قانون تعديل لجنة القضاء في هذه الدورة للكنيسة، من أجل إعطاء فرصة للوصول إلى إجماع
بشأن تشريع هذا القانون في الدورة القادمة للكنيسة. سنقوم بتمرير خطة إصلاح تعيد التوازن بين السلطات الثلاثة من خلال تعزيز حقوق الفرد. وأنا هنا أريد أن أتوجه إلى مؤيدي المعسكر الوطني. لدينا غالبية في الكنيسة تمكننا بالقيام بذلك بدعم هائل في الشعب. العشرات من الألاف من مؤيدين وصلوا الليلة إلى القدس لتأييد خطة الإصلاح ليقولوا يا نريد تغيير، نريد الإصلاح. أريد أن أقول لكم أنا فخور بكم، أنتم ليسوا مواطنين درجة ثانية. أنا أقدر خروجكم إلى الشوارع، شوارع عاصمتنا، لكي تسمعوا صوتكم الديمقراطي، صوتكم، صوتنا. لن يخمد أحد هذا الصوت. وأريد أن أقول أمر، وصلتم بشكل عفوي، غير منظم، غير ممول، وغير مدعوم من الإعلام. وصلتم بقلبكم وبروحكم وأثرتم المشاعر لدي. أنا أطلب منكم شيء واحد، استمروا بالتصرف بمسؤولية ولا تنجروا إلى أي استفزاز.